السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا شباب هنحل اكسرسايز on lessons 1 2 3 in unit 10. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله. يلا بسم الله. طيب الليسنز دي كانت بتتكلم معنا عن ايه؟ كنا بنتكلم عن exploring unit rate. خلاص بقى عرفنا يعني ايه unit rate. ها ريت second term بتاعها 1. Determining unit rate using is a unit A rate. متفقين؟ طيب question number 1 عايز منك حاجة وحيدة، بيقولك write unit rate or not unit rate for each of the following. تمام، unit rate هنعمل عندها true، not unit rate هنعمل عندها false. انت كده فاهم؟ لو unit rate هتلاقي الميس عملت جنبها ايه؟ true. متفقين؟ unit rate هروح ادور على second term بتاعي لازم يكون equals 1. متفقين؟ طب يلا 50 grams for every 1 gram. بصوا كده 50 the first term والsecond term بتاعك 1 او ده unit rate. 9 kilometer per hour. per hour يعني الكل 1 hour، second term هو 1. اوكي يبقى unit rate الناس عملت true. طيب 30 بس كده مش لازم التفاصيل 4 5. all first term 30 والسكند term 5 يبقى not unit rate. لا ده مش not، ده مش ايه؟ مش unit rate. ليه؟ عشان السكند term بتاعك 5. طيب هنا 7 cards for each player 7 والسكند term بتاعك each player دي يعني 1 player. اه كده unit rate. 42 cards for 6 players. بص كده الفيرست تيرم 42 والسكند تيرم 6 يبقى not unit rate. متفقين؟ طيب 36 kilometers in 4 hours. 36 first term second term 4 not 1 يبقى not unit rate. متفقين؟ هنا هو بيقول لك 641 اهو 601 first term second term هيبقى unit rate. بعد كده 250 grams every 5 gram of. طيب يعني معاك first term 250 second term بتاعك 5 grams 5 not a not 1 يبقى not unit rate. وعملت الفولس بتاعتي. مش لازم تقعد تقرا بقى هو بيحكي لك على ايه في التفاصيل، اللي هو انت هدفك first term و second term هتحدد منهم unit rate ولا not unit rate. تمام؟ اللي بيحددها معاك second term تروح تبص عليه، لو هو 1 على طول بقت unit rate. متفقين؟ طيب بعد كده بيقولك complete to get unit rate not unit rate as shown between brackets. okay. طيب هنا هو بيقولك 36 grams of sugar for وعايز not unit rate. اه يعني هو عايزك تخلي الجملة دي تبقى not unit rate. يبقى هتكتب لي هنا number، النمبر ده not equal 1 يعني ممكن اكتب 2، واحد تاني ممكن يكتب 3، واحد يكتب 4. عندك اكتر من اجابة كلها تظبط لك ان انت يطلع عندك كده الجملة not unit rate. مادام بتكتب اي number، النمبر ده مش 1 يبقى خلاص not unit rate. طيب 3 sandwiches 4 وعايز unit rate هكتب له each child or one child ما عنديش مشكلة. طيب 4 tickets 4 ها unit rate يبقى 4 one game أو each game أو every game. الكلمات دي كلها هتظبط لك unit rate لانها بتدي لك إيحاء بايه؟ ب1. طيب هنا عايزك تكتب not unit rate، زبط لي الجملة دي، حط لي فيها numbers بحيث ان النمبرز اللي انت هتحطها تخلي لي الجملة not unit rate. حاضر. how many kilometers for how many hours؟ ممكن اكتب له مثلا 140 kilometers for 4 hours. انت ممكن تكتب له 180 kilometers for 2 hours. answers
may vary. الإجابات ممكن إيه تختلف وتكون صحيحة. أنا جاوب إجابة وأنت تجاوب إجابة، وأنا إجابتي صح وأنت إجابتك صح. متفقين؟ السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لكم use the opposite tape diagram to find the unit rate then complete. متفقين؟ هو رسم لك اهوت التيب دياجرام بتاعك وعايزك توصل لليونت ريت باستخدامه. ركز بقى، ركز، احنا هنعمل ايه. هو بيقول لك 32 LE for 4 نوت بوكس. طيب 32 LE دي هكتبها فوق 32 LE، 4 نوت بوكس ديت هكتبها تحت هنا 4 اهو نوت بوكس. متفقين بالمنظر ده؟ طيب انا عايز السكند ترم بتاعي equals 1. السكند ترم اللي هو الفور ده عايزه ب1، يبقى هقسم التيب دياجرام اللي قدامي ده لفور equal بورتس. وعشان اقسمه لفور equal بورتس يبقى هعمل جوه 3 lines بالمنظر ده. متفقين؟ لما تقسم الفور divided by الفور بوكسس اللي قدامك هيبقى كل بوكس فيه ايه؟ فيه 1 بالمنظر ده. متفقين؟ طيب زي ما قسمت التيب دياجرام اللي تحت لفور بوكسز، هتطلع تقسم التيب دياجرام اللي فوق او لفور بوكسز برضو. عد كده 3 لاينز فهيتقسم قدامك لفور بوكسز، تمام؟ 4 بوكسات اهم. طيب انا عايز اقسم الـ 32 دول على الفور بوكسز اللي قدامي، يبقى كل بوكس هينزل فيه كام؟ 32 يميز divided by الفور، الكلام ده equals 8. يبقى انت عندك هنا 8 وعندك هنا 8 وعندك هنا 8 وعندك هنا 8. خلاص، بص كده، خلاص اهو بقى unit ايه؟ unit rate 8 for each one. 8 LE، بص كده، then 8 LE اهي ال 8 بتاعت التيب دياجرام الاولاني، هكتب له 8 اهو LE for each نوت بوك، 1 نوت بوك اهي، تمام؟ 8 for each one. اظن واضح جدا من الرسمه. متفقين؟ طيب يلا تاني، معاك 18 liters in 6 bottles. ها، يبقى فوق هنا هكتب له 18 liters وتحت هكتب له 6 ايه bottles. متفقين؟ طيب هدفك انا عايز اقسم التيب دياجرام اللي تحت دوت ل 6 بوكسز. طيب يبقى هعمل هاو ميني لاينز؟ هعمل 5 لاينز. عد معايا، ادي 1 2 3 4 5. بقى معاك كده جوه 6 بوكسز، ادي 1 2 3 4 5 6. وخد بالك انا بعمل بايدي بالقلم على طول، مش بعمل بمسطره، يعني بنجز معاك في الحل. هكتب جوه بقى كل بوكس دلوقتي، وانا اهو السكند ترم بتاعك، بص بقى وان ازاي، زي ما قسمت تحت اطلع قسم فوق، اعمل لي 6 بوكسز فوق، يبقى اعمل لي 5 لاينز بالمنظر ده. وحاول تعمل كل لاين فوق اللاين اللي انت عملته تحت. متفقين؟ قدر استطاعتك يعني. طيب وابدا قسم لي ال 18 ليترز دول divided by 6 بوكسز اللي معاك. 18 divided by 6 equals 3، يبقى كل بوكس فيه 3 بالمنظر ده. كده تقدر تقول لي اليونت ريت بتاعتك، اه هاخد بوكس من فوق مع بوكس من تحت اهو، ما هو السكند ترم بتاعي بقى 1، السكند ترم اهوت بقى 1، هيبقى عندك 3 liters in each a bottle. ما هو فوق انا بتكلم على ليترز وتحت بتكلم على بوتلز، تمام؟ فكده معناه 3 ليترز for each bottle او in each bottle، يبقى then 3 liters in each bottle. خلصت الرسمة. متفقين؟ يبقى انت هدفك الاساسي ان انت تظبط التيب دياجرام بتاعك اللي تحت، يبقى كل بوكس جواه في 1، التيب دياجرام اللي تحت كل بوكس جواه يكون فيه 1 عشان يبقى السكند ترم بتاعك 1، وبناء عليه تقدر توصل لليونت ريت بتاعتك. يلا تاني، ها هنا بيقول لك 9 oranges
in 3 kilograms. طيب الكلام دوت عايزين نظبطه في التيب دياجرام بتاعنا. ها يبقى انا معايا فوق 9 oranges وتحت معايا 3 كيلوغرام. ها عايز اقسم ايه؟ عايز اقسم التيبل دياجرام بتاعي اللي تحت ده ل 3 equal boxes. طيب يبقى هعمل 2 lines بالمنظر ده، وبعد كده هكتب جوه كل بوكس 1 1 1. اهي 1 1 1. متفقين؟ وزي ما تحت عملت 3 بوكسات، اطلع فوق قسم لي التيب دياجرام اللي قدامك برضو لتلات بوكسات، يعني هتعمل لي 2 lines بالمنظر ده. متفقين؟ وزي ما اتفقت معاك، بصوا حاول تعمل اللاين فوق اللاين، اللاين فوق ايه؟ اللاين. تمام؟ وابدأ قسم لي الناين اورنجز دول على التلات بوكسات اللي معاك. ها 9 divided by 3 equals، يبقى هنا في 3 وهنا في 3 وهنا في 3. طب ابدأ خبي كده. ها يبقى معاك 3 oranges for each a kilogram، كل كيلوغرام بيطلع لك 3 orange. طيب يبقى زين. ها 3 oranges in each kilo a gram. واحنا كده عملنا الرسمة بتاعت التيب دياجرام بتاعتي، سهلة وبسيطة يا شباب. يلا تاني، معاك 350 كيلومترز in 5 hours. يلا هنا يبقى فوق معايا 350 كيلومتر وتحت معاك 5 hours. ال 5 hours دول انا عايز اقسمهم بحيث ان كل بوكس يبقى فيه 1، هقسمهم على 5. هرسم هاو ميني لاينز جوه في التيب دياجرام دلوقتي؟ هرسم 4 لاينز. عد معايا، ادي 1 2 3 4. اطلع اكتب لي بقى 1 جوه كل بوكس، ادي 1 1 1 1 1. وزي ما قسمت تحت ال 5 hours كل hour لوحدها كده جوه كل بوكس، اطلع فوق وقسم لي التيب دياجرام اللي قدامك ده ل 5 برضو، عاوزة منه 5 بوكسات. اهو هعمل 4 lines هم فوق اللاينز اللي انا عملتها، وابدأ قسم لي 350 divided by 5 عشان تحدد لي كل بوكس هيبقى جواه فيه قد ايه. طبعا 350 divided by 5 الكلام ده equals 35 divided by 5 7 و 0 divided by 5 equals 0. تمام؟ يبقى كل بوكس قدامك هنا هينزل فيه 20 بالمنظر ده. خلاص كده انت وصلت لليونت ريت بتاعتك ازاي لما تخبي كده؟ بقى معاك ايه؟ السكند ترم بوان اهو. انا مش فارق معايا الفاليو اللي في الفيرست ترم، انا فارق معايا الفاليو بتاعت السكند ترم بتاعي عشان اقدر اقول عليه يونت ريت. متفقين؟ زين هاو ميني كيلومترز ان ايتش اور؟ الساعة الواحدة فيها 20 كيلومترز. متفقين؟ طيب بعد كده هو هنا هو اتكتب لك 420 LE weekly، خد بالك كده عشان فيها تركية. then how much money او LE daily؟ يبقى انا معايا فوق هكتب 420 LE، بس هو كتب لك هنا ايه؟ ال 420 دي بيعملها في الاسبوع، وبيسألك عن ايه اليونت ريت في اليوم الواحد. يبقى كأنه بيقولك اكتب لي تحت هنا ايه؟ 7 days. ما هو 1 week equal 7 days، وهو عايز اليونت ريت بالداي. ركز في السؤال عشان السؤال ده مهم، سؤال محترم. انزل بقى تحت وابدأ قسم لي 7 days دول divided by 7. ها عشان يبقى كل بوكس عندك هيبقى فيه 1، 7 divided by 7 equals 1. انا عايز هنا 7 boxes، يبقى هعمل ايه؟ هعمل 6 lines. ادي 1 2 3 4 5 6. جوه كل بوكس اكتب لي 1 اهو.
انت كده معاك 7 days. عد 1 2 3 4 5 6 7. طيب اطلع فوق كمان، قسم لي التيب دياجرام دوت ل 7 بارتس. فوق كل لاين انت عملته اعمل لاين بالمنظر ده، وابدا قسم لي 420 ال اي ديفايدد باي 7. بص كده 420 ديفايدد باي 7 ايكوالز 42 ديفايدد باي 7 ايكوالز 6، 0 ديفايدد باي 7 ايكوالز 0. يبقى كل بوكس هيتكتب فيه 60 اهو. لما تخبي كده انا خلاص وصلت اهو. كل يوم ايه في 60 ال اي. يبقى لما يسالني زين هاو ماتش ماني ديلي، هقول له 60 ال اي ديلي كل يوم. خلاص يبقى هو لما ادالك كلمه ويكلي دي عايزك تروح هنا تكتب له 7 دايز، الاسبوع فيه 7 ايام. متفقين يا شباب؟ السؤال اللي بعده بيقول لكم use the double number line to find the unit rate. خلاص بقى ما احنا عمالين ندور على اليونت ريت بتاعتنا. زين كومبليت. خد بالك احنا بنتعود على الطرق، لكن في الامتحان اتوقع انه مش هيلزمك بطريقة محددة ويقولك استخدم لي الطريقة دي علشان تجيب لي اليونت ريت اطلاقا. اتوقع ان الموضوع هيبقى في الانجاز، وهتلاقيها بالطريقة السهلة اللي انا علمتها لك في الفيديو. تمام؟ طيب انا معايا هنا هو 12 بيوبلز in 4 بنشز. تمام؟ هروح اكتب له فوق اهو 12، وتحت اكتب له ايه 4 بالمنظر ده. هو كده كده رسم لك الدبل نمبر لاين بتاعك. دبل نمبر لاين، خليك عارف الكلمات دي مهمة. اوكي؟ طيب اول حاجة فكر فيها، انا عايز ارجع كده عشان اوصل لليونت ريت بتاعتي. يونت ريت يعني انا عندي تحت 1. هدفي ان انا اوصل ان انا عندي تحت يكون ايه في 1. اوكي يا ميس، طب ما انا ممكن بمنتهى السهوله اقول لك 4 ديفايدد باي 4 ايكوالز 1، واطلع فوق لل 12 ديفايدد باي 4 ايكوالز 3. فانا كده وصلت لليونت ريت بتاعتي 3 2 1، ويبقى then 3 بيوبلز ان ايتش بنش اهو. 3 بيوبلز ان ايتش بنش، انت كده حليتها. قلت لي 4 ديفايدد باي 4 ايكوالز 1، وصلت لل 1 اهو السكند تيرم بتاعك، وطلعت فوق قلت 12 ديفايدد باي 4 ايكوالز 3. خلاص انت كده وصلت للحل، ولكن ناقص حاجه اللي هي ايه؟ ان انت تكمل الدبل نمبر لاين. الدبل نمبر لاين بتاعك انت لازم تكمله عشان يبقى الرسمه بتاعتك كامله. اوكي؟ طب اكمله ازاي؟ هبدا اعمل مثلا لاين كده، واعمل للفيرست ترم وللسكند ترم بتوعي ملتبلاي باي 2. 3 باي 2 ايكوالز 6، 1 باي 2 ايكوالز 2. بعدين اعمل كمان لاين، واعمل للفيرست والسكند ترم بتوعي ملتبلاي باي 3. 3 باي 3 ايكوالز 9، 1 ملتبلاي باي 3 ايكوالز 3. كده انت كملت الدبل نمبر لاين بتاعك، كده رسمتك كامله. متفقين؟ يلا تاني معايا 200 ال اي فور 4 شيرتس. هروح اهو هكتب له 200، وتحت هكتب له 4. يا ميس انا اقدر على طول اوصل للسكند تيرم بتاعي يبقى 1، لان ال 200 وال 4 هما الاثنين بيقبلوا القسمة على 4. 4 ديفايدد باي 4 ايكوالز 1، و 200 ديفايدد باي 4 ايكوالز 50. فانا كده وصلت. خلاص انا كده عملت الدبل نمبر لاين بتاعي اهوت، وصلت للحاجه اللي انا عاوزها. يعني لما يقول لي زين هاو ماتش ماني فور ايتش شيرت، هقول له 50 اهو، 50 ال اي فور ايتش شيرت. تمام؟ طبعا انت كده وصلت لاجابه السؤال بتاعك، ولكن روح هنا وكمل الدبل نمبر لاين بتاعك. كمله يعني ايه؟ يعني خد الفيرست ترم والسكند ترم واعمل لي ايكويفالنت ريشيو بقى، اعمل ملتبلاي باي 2. 50 باي 2 ايكوالز 100، 1 باي 2 ايكوالز 2. اعمل ملتبلاي باي 3. 50 باي 3 ايكوالز 150،
1 باي 3 ايكوالز 3، وهو عامل لك ملتبلاي باي 4، فانت كده وصلت الايكويفالنت ريشيوز. متفقين؟ ما هو الدبل نمبر لاين دوت بيعرفك على ايكويفالنت ريشيوز. 50 اوفر 1 ايكوالز 100 اوفر 2 ايكوالز 150 اوفر 3 ايكوالز 200 اوفر 4. تمام؟ يلا تاني. معاك 24 كيلو جرام اوف تشيز فور 8 بوكسز. 24 و 8، روح هنا واكتب لي يلا 24 اهي وتحت 8. متفقين؟ طيب هدفك انا عايز اوصل ان السكند ترم بتاعي ده يبقى هنا في 1. طيب انا كده كده يا ميس عندي كومن فاكتور بين ال 24 وال 8، هما الاثنين بيقبلوا القسمة على ال 8. 8 divided by 8 equals 1، 24 divided by 8 equals 3. انا كده وصلت لليونت ريت بتاعتي اهو 3 to 1، يبقى زين 3 كيلو جرامز فور ايتش بوكس. خلاص متفقين؟ كمل ايه الدبل نمبر لاين بتاعك، كمله ما تسيبهوش. تمام؟ يعني هتبدا تقول بقى ملتبلاي باي 2، 1 باي 2 ايكوالز 2 و 3 باي 2 ايكوالز 6. اعمل ملتبلاي باي 3، 1 باي 3 ايكوالز 3 3 باي 3 ايكوالز 9. خد بالك انا وانا عمال اعمل ملتبلاي انا بشتغل ملتبلاي مع ده مع الريشيو بتاعتي في السمبلست فورم بتاعتها. تمام؟ اعمل ملتبلاي باي 4، ها 1 باي 4 ايكوالز 4، 3 باي 4 ايكوالز 12. اعمل ملتبلاي باي 5، 1 باي 5 ايكوالز 5، 3 باي 5 ايكوالز 15. اعمل ملتبلاي باي 6، 1 باي 6 ايكوالز 6، 3 باي 6 ايكوالز 18. اعمل ملتبلاي باي 7 اخر حاجه، هو عامل لك باي 8 اهو، 1 باي 7 ايكوالز 7 و 3 باي 7 ايكوالز 21. متفقين؟ انا كده كملت الدبل نمبر لاين بتاعي. نفس الكلام بقى في اخر سؤال قدامك برضو، هتعمل نفس الايه الفكره، هتاخد بقى ال 450 تكتبها فوق وتاخد ال 3 تكتبها تحت، وتبدا تعمل divided by 3 فتوصل لليونت ريت بتاعتك، وتعمل multiply by 2 multiply by 3 وتكمل الدبل نمبر لاين. اسئله بتعيد نفسها. متفقين؟ السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لكم use ratio table to find the unit rate then complete. المره دي مديك ratio table. تمام؟ هو بيقول لك 180 LE in 3 days. عندك ريليشن بين LE وديز، وعمل لك هو التيبل اهو LE وداي. تمام؟ طب 180 و3 دي اخر مكان عندك في التيبل، اخر مكان عندك جوه التيبل هو ده اللي هنكتب فيه 100 اهو 80، وتحت هكتب له 3. متفقين؟ طيب ابدا بقى، انا عايز اوصل لدي 1. دي 1 ده هنا كان فيه 3 دايز، طب لو كان دي واحد يبقى 3 ديفايدد باي 3 ايكوالز 1. هطلع فوق 180 ديفايدد باي 3، الكلام ده هيدي لك 60. انت كده هو تبص اليونت ريت بتاعتك اهي 60 بير اي دي، زين 60 ال اي بير دي. انا وصلت اهوت ايه، عملت الكومبليت اللي هو بيسالني عليها. طيب لسه عندي خانة هي تفضية في التيبل بتاعي، اعمل ملتبلاي باي 2، خد اليونت ريت بتاعتك واعمل لها ملتبلاي باي 2. 60 باي 2 ايكوالز 120، 1 باي 2 ايكوالز 2. خلصنا التيبل الاولاني. يلا تاني. معاك 636 بيوبلز ان 6 ستيجز. طيب بيوبلز وستيجز العلاقة بتاعتك اهوت، الريليشن بيوبلز ستيجز زي ما انت شايف. طيب النمبرز دي هروح اكتبها في اخر مكان عندي جوه التيبل اهو 636، وتحت هكتب 6. طيب عايز اليونت ريت، انا عايز هنا في 1. 1 دي جت ازاي؟ 6 ديفايدد باي 6 ايكوالز 1، 6 ديفايدد باي 6 عشان توصل لل 1. اطلع فوق بقى وخد 636 divided by 6. عايز اعملها قدامك عشان تفهم انا جبتها ازاي. 636
divided by 6. الكلام ده equals لما بتشتغل divide بتشتغل from the left to the right، وانت بتكتب الكوشنت بتاعك بتكتبه from the left to the right. 6 divided by 6 equals 1. 3 divided by 6 0. لازم اكتب الزيرو. بعد كده 36 divided by 6 equals 6. طلع قدامك 106. اكتب له 106. ودوت المربعين اللي في الاول دول اليونت ريت بتاعتك. 106 في 1 اهي، 2 1. متفقين؟ خلاص اهو. then how many pupils in each stage؟ each stage دي يعني 1 second term بتاعك 1. هروح اكتب له 106. بعد كده عايز اكمل التيبل بتاعي، مش هسيب المربعات دي فاضيه. هاخد بقى اليونت ريت بتاعتي دي واعمل ملتبلاي باي 2 واكتب هنا، وملتبلاي باي 3 وملتبلاي باي 4 وملتبلاي باي 5. متفقين؟ لما هتعمل 106 ملتبلاي باي 2 هيديلك 212. طبعا 1 باي 2 ايكوالز 2. ترجع تاني 106 ملتبلاي باي 2 هيديلك 318. وبعدين 1 ملتبلاي باي 3 ايكوالز 3. اطلع اعمل ملتبلاي باي 4. 106 ملتبلاي باي 4 هيديلك 424. وتحت 1 باي 4 ايكوالز 4. تاني 106 ملتبلاي باي 5 هيديلك 530. وتحت 1 باي 5 ايكوالز 5. انت كملت التيبل. خد بالك ان كل النمبرز اللي قدامك دي عامله لك equivalent ratios. equivalent ratios يعني ايه يا مس؟ يعني 106 over 1 equals 212 over 2 equals 318 over 3 equals 424 over 4 equals 530 over 5 equals 636 over 6 equivalent ratios. متفقين؟ طيب معاك بعد كده 150 passengers in 5 buses. بصوا كده، ادي اليونت الاولانيه وادي اليونت الثانيه، هو عمل لك التيبل اهو. passengers to bus. تمام؟ طيب 155 اخر مكان في التيبل. 150 اهو و5. طيب هدفك عشان تجيب اليونت ريت، بص من الاول بيسالك على ايه يونت ريت اهو. يونت ريت انت عمال تعمل كل الشغل ده عشان توصل لليونت ريت بتاعتك. يبقى انا عايز تحت السكند تيرم اللي هو بس ده عايز فيه 1. وصلت لها ازاي؟ 5 divided by 5 equals 1. اطلع فوق 150 divided by 5 هيديلك 30. يبقى 32 1. 30 passengers to 1 bus. متفقين اهو؟ then 30 passengers their bus. احنا كده وصلنا لليونت ريت بتاعتنا. من اليونت ريت دي كمل التيبل، اعمل ملتبلاي باي 2. 30 باي 2 يعني 60. 1 باي 2 ايكوالز 2. اعمل ملتبلاي باي 3. 30 باي 3 يعني 90. 1 باي 3 ايكوالز 3. اعمل ملتبلاي باي 4. 30 باي 4 ايكوالز 120. 1 باي 4 ايكوالز 4. متفقين؟ طيب احنا كده خلصنا السؤال الخامس، تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بيقول لك find unit rate per hour then order them ascending order. ascending okay. طيب عايز unit rate per hour. طيب يعني second term بتاعك ايه؟ hour. okay. طيب هو مديلك 54 كيلومتر per 6 hours. 54 كيلومتر per 6 ايه؟ hours. زي ما انت شايف كده، المفروض اعمل ايه يا ميس؟ هتاخد ال 54 كيلو متر over 6 hours. وشوف الكلام ده equals، واعمل divided by 6 بقى فوق وتحت عشان يبقى السكند ترم بتاعك 1 اهو. 1 hour عملت divided by ايه؟ 6. اطلع فوق 54 divided by 6 equals 9 كيلو متر. يبقى انزل تحت بقى خلاص اهوت 9 كيلو متر over 1 hour اللي هي
ناين كيلو متر، وهو كان مكملها لك بير اور سكند تيرم بتاعك 1. تمام، تقدر تعملها بالشكل اللي انا عملته قدامك ده، وتقدر على طول تكتب من غير اليونتس، يعني تقول لي 54 اوفر 6 ايكوالز 9 كيلومتر بير اور على طول. ده صح وده صح. اوكي، تاني 40 كيلومتر بير 5 اور. اوكي، ها قدامك حاجه من الاثنين، يا تكتبها كده، بصوا 40 كيلومتر اوفر 5 hours، وتقول الكلام ده equal، تبدا تعمل divided by 5 فوق وتحت، فوق وايه وتحت، اهو divided by 5 divided by 5. 40 divided by 5 الكلام ده equals 8 over، وتحت 5 divided by 5 1. السكند تيرم بتاعك اهو بقى 1، خلاص انت كده ظبطت اليونت ريت بتاعتك، فيطلع معاك 8 كيلومتر بير اور. 8 كيلو متر بير اور، فانزل تحت ايه تهوت واكتب له كيلومتر بير اور. متفقين؟ طيب بعد كده، ها 30 كيلومتر بير 3 اورز، منتهى السهوله بقى ممكن تاخد 30 اوفر 3. خلاص ما انت فاهم احنا عمالين نعمل ايه اهو، 30 اوفر 3 يعني 30 ديفايدد باي 3 ايكوالز 10 كيلو متر بير اور. 30 over 3 اللي هي 30 divided by 3 فيدي لك 10 كيلومتر بير اور. واضحة؟ طيب احنا كده خلاص جبنا الريت بتاع ايه؟ بتاع كل واحد منهم، جبنا اليونت ريت. هو عاوزك ترتب بقى بعد كده in an ascending order. ascending يعني من الصغير للكبير. انت معاك numbers 9 و 8 و 10. طيب يبقى الصغير بتاعك اللي هو 8 اللي هو تبع مين؟ باسم. متفقين؟ باسمز ريت، بعدين تكبر شوية يجي سامح، سامح ريت، بعدين في الاخر هيجي كريمز ريت. اوكي، ده كده ايه الترتيب بتاعك. متفقين؟ طيب بعد كده هنا بيقول لك find the unit rate using the given under each picture. هو مدي لك صور وعايزك تجيب من الصور دي اليونت ريت بتاعتك، عايزك تجيب من الصور اليونت ريت بتاعتك. متفقين؟ طيب تعال نبص كده، ها كيلومتر بير اور. طيب هنا 120 كيلومتر بير 2 اور، مش هروح اكتب له 120 بير 2، خد بالك بقى يونت ريت، يبقى انا هاخد 120 بصوا كيلومتر اوفر 2 اورز. هو انا ليه بكتب لك اليونتس قدامك كده؟ عشان هو مره هيطلبها منك كيلومتر بير اور، فيبقى الفيرست ترم بتاعك كيلومتر والسكند ترم اور. متفقين؟ المره الثانيه هيطلبها اور بير كيلومتر. ركز، مرة هيطلب منك كيلومتر بير اور، فهتحلها بالمنظر ده اهو، 120 divided by 2 يعني 60 كيلومتر بير اور، يبقى دوت هنا هكتب له 60، 120 divided by 2 equals 60 كيلومتر بير اور. طيب لما يقول لك اور بير كيلومتر، يبقى هبدأ بالتو الاول، الفيرست ترم بتاعك هيبقى 2 بتاع الاور، اوفر 120 2 over 120 اعمل لها سمبل فاي لو سمحت، هتحلي في السمبلست فورم، يبقى الكلام ده equals 1 over 60، عملت divided by 2 فوق وتحت، divided by 2 فوق وايه وتحت، 2 divided by 2 equals 1، 120 divided by 2 equals 60، فيطلع لك زي ما انت شايف 1 over 60. المرة دي بتكلم hour per kilometer. متفقين؟ يبقى اليونت الاولانية اللي هيسألك عليها هتحط النمبر بتاعها فوق، واليونت التانية هتحط النمبر بتاعها تحت. متفقين؟ وده بيوضح لك يعني هنا هو الاجابة هنا بقت 1 over 60 hour per kilometer. اهو مرة سأل
كيلومتر الاول وبعد كده اور، والمره التانية سال اور، وبعدين اليونت التانية كانت كيلومتر. يلا تاني تاني نحل تاني فنظبطها اكتر. طبعا مدي لك صورة هوت وكتب لك 40 LE for 5 كيلوغرام، 40 LE for 5 كيلوغرام، وبيسألك اهو LE for each كيلوغرام، اليونت الاولانية LE والتانية كيلوغرام، يبقى انت عادي هتاخد ال 40 over 5. 40 over 5 equals ايه؟ كأنها 40 divided by 5 equals 8. تمام، هكتب له 8. يبقى خدت النمبر الاولاني بتاع ال LE كتبته فوق عشان دوت الفيرست تيرم بتاعي LE، وخدت النمبر التاني بتاع الكيلوغرام كتبته تحت اوكي عشان ده السكند تيرم بتاعي، وخلصت الديفايد 40 اوفر 5 ايكوالز 8، فطلع اليونت ريت بتاعتي 8 LE فور ايتش كيلوغرام. طب لما يعكس اليونتس، يعكس اليونتس بدا بالكيلوغرام فور LE، تعكس انت النمبرز، كيلوغرام معاه في ايه 5 اهي، يبقى اكتب لي 5 فوق اوفر، وبعد كده النمبر اللي هو اللي ايه معاك في ايه 40 اهو، هتحلي في السيمبلست فورم بتاعتها 5 اوفر 40. انا عندي كومن فاكتور 5، يلا اعمل ديفايدد باي 5 فوق وتحت، 5 ديفايدد باي 5 ايكوالز 1 اوفر 40 ديفايدد باي ال 5 يعني 8، فيطلع لك 1 اوفر 8 كيلوغرام فور اتش ال اي، 1 اوفر 8 كيلو جرام فور اتش ال اي. متفقين؟ على حسب، باكد عليك تاني اهو، على حسب اليونت الاولانيه اللي بيسالك عليها هتكتب النمبر اللي فوق، واليونت التانية هتكتب النمبر اللي تحت. متفقين؟ طيب حاول تبص على الصورتين اللي تدور عليهم وحل انت سبقني بخطوه، يعني انت بص على الصور، وقف الفيديو، حل وارجع بقى، المفروض ان انت دلوقتي تبقى فاهم. ها طيب، هنا الكب بير لوف اوكي، بص كده 25 كبس اوف فلور تو ميك 50 لوفز. طيب كب بير لوف، بس بدا الاول اليونت الاولانيه بتاعت الكب، يبقى هاخد النمبر الاولاني 25 اوفر 50، ادي النمبر التاني بتاعي اوكي اللي هو اللوف. متفقين؟ اعمل سمبل فاي، عندي كومن فاكتور 25، 25 divided by 25 equals 1 over 50 divided by 25 يعني 2، يبقى half، half cup bear loaf، خلصت. طب يعكس بقى، ها loaf bear cup، يبقى بص كده هبدأ بمين؟ بال 50، عشان ال 50 دي كده بقت ال first term بتاعي، فبقت 50 over، وبعد كده second term بتاع cup هتاخد النمبر اللي عنده 25، 50 over 25 الكلام ده equals 2، يبقى 2 loaf bear cup. يا رب تكون حلتها كده. تاني، ها كيلومتر بير ليتر، اليونت الاولانية كيلومتر والتانية ليتر، تعال بص كده هنا بدأ لك 8 liter of petrol to cover 80 كيلومتر، وعايز اليونت ريت بتاعتك كيلومتر بير ليتر، ركز، يبقى هروح اخد النمبر اللي عند الكيلومتر الاول، يبقى 80 اوفر، وبعد كده اخد اللي عند الليتر اللي هو ال 8، 80 اوفر 8 ايكوالز 10، واروح اكتب له هنا 10 كيلومتر بير ليتر. تمام؟ طيب بعد كده ليتر بير كيلومتر، ها اليونت الاولانيه ليتر، هاخد بقى النمبر اللي جنب الليتر اللي هو 8 اوفر، والتانية كيلومتر هاخد الايه ال 80 واكتبها تحت، اعمل سمبل فاي ديفايدد باي ال 8 ايكوالز 1، 8 ديفايدد باي 8 ب 1، و 80 ديفايدد باي ال 8 بايه ب 10، يطلع لك 1 اوفر 10 لتر بير كيلومتر. متفقين؟ السؤال اللي بعده يا شباب بيقول لكم a market offers 3 size of oil capacity and price of each size as shown in the following table. تمام، انت معاك small medium large، دول ايه 3 size، ثلاث مقاسات. تمام، طيب و
وقايل لك الكباستي سمول 5 لترز، ميديوم 7 لترز، لارج 9 لترز. وقايل لك البرايس بتاع السمول والميديوم واللارج زي ما انت شايف كده. خلاص من التابل ده هنبدأ نكمل الأسئلة اللي هو بيسألنا عليها. طيب بص ركز بقى، What is the price in LE per liter؟ LE per liter first term هو LE، والسكند ترم بتاعك هنا ليتر. لازم تبقى محدد دي كويس قوي، هو عاوز نبدأ بمين first term مين second term عشان تحل صح. طيب for each size، طيب تعال بص small اتفقنا، انا بجيب بصوا كده LE بير يعني over liter، ده اللي انا هشتغله دلوقتي LE over liter، متفقين؟ طيب small روح بص كده، يبقى انا عايز 300 over 5، 300 over 5 الكلام ده equals ايه؟ equals 60 LE بير liter. انا كده حسبتها خلاص، خدت 300 over 5 LE over الليتر، متفقين؟ ميديوم، ميديوم هبدأ بمين؟ بالال اي بتاعي. طيب يبقى 400 and 6 over 7، والكلام ده لما هتحسبه هيدي لك 58، لما تحسبه هيدي لك 58 ال اي بير ليتر، متفقين؟ طيب ادي التاني لارج، برضو نفس الكلام، هبدأ بال اي وبعدين تحت او السكند ترم بتاعي هيبقى الليتر بتاعك. اوكي يبقى انا عايز احسب 495 over 9 over ايه 9، والكلام ده equal لما هتحسبها هتدي لك 55 ال اي بير ليتر. مهم قوي تبقى شايف مين الفيرست ترم والسكند ترم. ليه؟ بص السؤال اللي بعده كده، ركز كده، بيقولك ايه What is the capacity in liter per LE؟ بص liter per LE المرة دي عايزني أبدأ بالليتر over LE in each size، المرة دي عاوزك تبدأ liter over LE. طب small يبقى المفروض انك هتاخد 5 over 300، هتاخد ايه 5 over 300 اهي 5 over 300 والكلام ده equal، ابدا اكتبها لي في السمبلست فورم بتاعتها، اعمل divided by 5 فوق وتحت فهيدي لك 1 over 60 liter per LE. طيب بالنسبه للميديوم يبقى 7 over 406، 7 over 406 اعمل لها سمبل فاي، اعمل يلا ديفايدد باي 7 فوق وتحت فهيدي لك 1 over 58 لتر بير اللي اي، متفقين؟ طيب لارج برضو نفس الكلام، انا شغال على ايه لتر بير اللي اي، اظن واضح كده الفرق قوي، يعني بتبدأ بمين فيرست ترم ومين سكند ترم، ده الهدف بتاع السؤال ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. خلاص طيب لارج روح بص كده، يبقى هاخد 9 over 495 اهو 9 over 495 والكلام ده equal، اعمل simplify divided by 9 فوق وتحت هيدي لك 1 over 55، متفقين؟ طيب which is the best to buy، مين احسن حاجة بقى في الاسعار ديت وفي الحاجات اللي انت عمال تفاضل فيها وتكتبها عشان تشتريها، مين احسن حاجة تشتريها؟ يا مس انا هفاضل من هنا، انا هختار من هنا، تمام؟ لو انا اشتريت سمول هدفع 60 في الليتر، تمام؟ هدفع 60 جنيه في كل لتر، ولو جبت الميديوم هدفع 58 LE بير ليتر، ولو جبت اللارج هدفع 55 LE بير ليتر. بص كده ليتر ليتر
ليتر. خد بالك السكند ترم بتاعك نفس الحاجة، انت بتقارن السكند ترم بتاعك نفس الحاجة اهو، ليتر ليتر ليتر. اوكي، يبقى وقت الجد تجيب الكمية الكبيرة وتدفع فلوس اقل، تجيب اللارج كمية كبيرة وتدفع 55 في الليتر، ولا تجيب الكمية الصغيرة وتدفع فلوس اكتر، تدفع 60 جنيه في اللتر. ايه رأيك؟ انت لو واحد رايح تشتري ازازة زيت، تجيب كمية صغيرة بفلوس اكتر، ولا كمية كبيرة وتدفع فيها سعر اللتر بيكون اقل؟ طبيعي ان انا هختار مين؟ الكمية الاكبر اللي هيحاسبني فيها بسعر اللتر اقل. فلو انا بحسبها ايه صح، يعني لو انا حد موفر يعني، تمام، يبقى هختار the large size. متفقين؟ الاسئلة اللي تدور عليها دي يا شباب بالظبط عاملة زي الاسئلة اللي بتنزل في الامتحانات، يعني الاسئلة اللي هبدأ احلها قدامك دي اسئلة امتحانات فعلا. طيب ركزوا كده، هو مديلك واحد عمال يجري وكاتب لك اليونت ريت بتاعته 6 كيلومترز بير اور. تعال ناخدها بره، 6 كيلو متر بير اور يعني اوفر 1 اور، صح كده؟ طيب هو بيقول لك هاو فار ويل ذا جوجر رن ان 3 اورز. بص كده، اه ده عايزني اجيب ايكويفالنت ايه ريشيو. طيب 3 اورز سكند ترم بتاعي هو اللي بيتكلم عن الاور، فتحت هكتب له 3 اورز. اف هيز سبيد ريمينز ذا سيم، طيب هو عايزك تحدد بقى هيمشي كيلومترز قد ايه. بمنتهى السهولة اللي في الدنيا ال1 بقت 3، حصل لها ملتبلاي باي 3، اطلع فوق 6 ملتبلاي باي 3 ايكوالز 18. خلاص يبقى ده الحل بتاعك 18 كيلومترز، خلاص هيبعد مسافة 18 كيلومترز. يلا تاني، مدي لك صورة تانية اهي، 50 ال اي فور 1 بيتزا اهو، 50 ال اي اوفر 1 بيتزا equal، تمام؟ ما انا بظبط equivalent fractions. طيب what is the price of 7 بيتزا بقى؟ اكتب لي تحت كده هوت 7 بيتزا، ال1 بقت 7 حصل لها ايه؟ حصل لها multiply by 7، اطلع فوق على ال50 multiply by 7، الزيرو هينزل 0 by 7 بزيرو، و5 by 7 35، يبقى 350 اللي ايه equivalent ratios. اسهل طريقة تحل بيها جوه الامتحان، بدل بقى ما نروح نقول هبدأ اعمل double number line او هعمل table او الحاجات اللي اتدربنا عليها طول الحصة، انا ما عنديش فيها مشكلة بس هتاخد منك وقت كتير، لكن الطريقة دي هتنجز معاك وهتحل في ثانية زي ما انت شايف كده في خطوة وحيدة. اوكي، طيب هنا بيقولك how many oranges are needed to get 6 كوب اوف اورنج جوس، تمام؟ تعال بص الصوره بتقول لك ايه، بتقول لك 3 اورنجز اوفر تو جيت 2 كوبس، 2 كوبس ايكوال، اعمل لي ايكويفالنت ريشيو زي ما اتفقنا، هاو ميني اورنجز، يبقى انا عندي النقط بتاعتي موجوده فوق، تو جيت 6 كوبس، تحت 6 كوبس اهم، التو بقوا 6 حصل لهم ايه؟ ملتبلاي باي 3، اطلع فوق اعمل ملتبلاي باي 3، 3 ملتبلاي باي 3 ايكوالز 9 اورنجز، خلصت. ايكويفالنت فراكشنز، ايكويفالنت ايه فراكشنز، قدامك في صورتين اهم بمنتهى السهوله، فكر فيهم وحلهم مش هياخدوا منك حاجه. هحل معاكم التشالنج عشان عايزه اعلمكم حاجه مهمه قوي، فنركز فيه قوي يا شباب، زي ما بقول لك كده هعلمك حاجه مهمه، تمام؟ طيب هو هنا مدي لك رسمه، والرسمه بتقول لك ان 2 كابس اوف فلور فور 15، كتب عيش بلدي. اوكي، يعني تحت اهوت 15 اوفر 15 وادي عيش. اوكي، طيب هنا بيقول لك how much floor، كلام ده equal، والنقط بتاعتي فوق اهو، how much floor would you need، هتحتاج
to make 20 عيش بلدي. تحت معايا 20 عيش. equivalent هوت fractions. يميز بس ال 15 اعمل لها multiply by what عشان تبقى 20؟ لا انا مش عارف، ما مش عارف. طيب تعال نفكر بشكل تاني. ايه رأيك يا ميس مثلا اجيب السيمبلست فورم، اظبط مثلا بدل ما هي 2 over 15. انا بفكر بصوت عالي، انت ممكن تبقى بتفكر زي كده في الامتحان، فانا بفكر بصوت عالي زيك. اوكي طيب، يعني انا ممكن اقول ان الوان كب هيعمل لي، انا عملت divided by 2 divided by 2 فديتني 1، 15 divided by 2 هيديني 7.5 عيش. تمام، هرجع اسأل نفسي 7.5 دي عشان تبقى 20 اعمل لها multiply by what؟ برضو مش هينفع. ده ايه السؤال اللي مش بيتحل ده؟ طيب هعلمك مهارة لما تلاقي equivalent fractions زي دول، سيبك بقى من الجزء اللي انا زودته وكنت بفكر فيه ده، لما تلاقي equivalent fractions زي كده وانت مظبط الترمز بتاعتك صح، first term و second term، first term و second term، خلاص انت مظبط الدنيا بتاعتك صح. انا عايز اجيب النمبر اللي هنا how many cups، تخيل معايا ان النمبر ده اسمه اكس، تخيل معايا ان النمبر ده اكس. انت كنت متعلم حتى product of extremes equal product of means صح، بس انا هعلمك انك تقول لي اكس equal على طول، هعلمك تجيب اكس في ثانية. ركز كده الميس هتعمل ايه. اكس ديت قدامها في نمبر اهو، لكن الناحية التانية عندك 2 numbers موجودين اهم، الناحية التانية من الاكس بتاعتك حرف الاكس اللي معمول بالاحمر ده في 2 numbers اهم. التو نمبرز دول هاخدهم اعمل لهم ملتبلاي، 2 ملتبلاي باي 20 اوفر بقى النمبر اللي قدام الاكس اللي انت بتدور عليها اللي هو 15. لو حسبت الحسبه دي هتعرف هاو ميني كابس، لو قدرت تحسب الحسبه دي بمنتهى السهوله وفي اي ريش تقف قدامك، اي ريش تقف قدامك اعمل اكس كده، هتلاقي ناحية فيها 2 numbers، ناحية فيها 2 numbers اعمل لهم multiply over، اقسم على الناحية اللي فيها number لوحده، اقسم على النمبر اللي لوحده ده. طب تعالى نحسب كده، يبقى الكلام ده equal 2 by 20 يعني 40 over 15. احسبها لي بقى الكلام ده equal زي، انت معاك سؤال دلوقتي كأنها مسألة divide اهو، 40 divided by 15. طيب الكلام دوت هيبقى equals 2 by 15 يعني 30، وادي minus 40 minus 30 equals 10. تمام، يبقى الكلام ده equals، تمام طبعا التن هوت اصغر من الفيفتين فالمسألة بتاعتي خلاص وقفت، التن ده remainder. تمام طيب، يبقى معايا 2 في الهول بورد ومعايا جنبها fraction اللي هو 10 over 15، ده شغل ديفايد المفروض ان انت عارفه كويس قوي. ابدا اعمل لها سمبلفاي ال 10 وال 15، انتوا هتنزل الاول زي ما هي، وال 10 وال 15 بينهم كومن فاكتور 5، 15 ديفايدد باي 5 ايكوالز 3 و 10 ديفايدد باي 5 ايكوالز 2، فانا هحتاج 2 and 2 over 3 كب، ودي الإجابة بتاعت السؤال بتاعتك الـ value بتاعت x equals 2 and 2 over 3. تمام؟ تعالى ندي example تاني على الفكرة بتاعت الـ x دي، لما تقابلك أو لما يقابلك أي سؤال أنت مش عارف تجاوبه في equivalent ratio أعمله بالـ x، وحتى لو أنت عارف تجاوبه اتأكد منه بالطريقة دي مفيش أي مشاكل. يعني لما أقولك مثلا 2 over 3 equals، وجيت كتبت لك تحت هنا هوت 5 وعايزه الفاليو بتاعت واي، وقلت لك ان دول ايكويفالنت ريشيو، فهتبدا تبص تقول لي 3 ملتبلاي باي وات ايكوالز 5، ما عنديش حاجه. طب انا عايز اجيب الفاليو بتاعت واي اعمل اكس اهو، خلاص 3
خلاص هتلاقي ناحية فيها two numbers اهم، اعمل لهم multiply divided by النمبر اللي لوحده. ناحية فيها two numbers هنعمل لهم multiply divided by النمبر اللي لوحده، ويبقى الواي بتاعتك equals two multiply by five، two multiply by five divide او over النمبر اللي لوحده اللي هو three. متفقين؟ طيب 2 by 5 equals 10 over 3، اعمل divide 10 divided by 3 يعني معاك 3 ومعاك remainder 1 over 3. خلصت، انا كده جبت الفاليو بتاعت ايه y، يبقى y equals 3 and 1 over 3. لو شلت ال y وحطيت 3 and 1 over 3 انت وصلت ال equivalent ratios. متفقين؟ الطريقة دي لما اي سؤال يقف قدامك جوه الامتحان اعملها، وهتوصل للميسنج نمبر اللي معاك، النمبر اللي ناقص. تمام؟ الطريقة دي مهمة، الطريقة دي مهمة، يعني بأكد عليكم اهوت الطريقة دي مهمة، عشان كده هو منزلها لكم تشالنج، تحدي مش اي حد هيبقى عارفها. نكتفي بكده يا شباب في الحصة النهاردة. ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة بظهر الغيب، وتكتبوا لي تعليق حلو تشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.